أهلا بكم من جديد. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه تنفيذا لتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار، وأكد معاليه أن نتائج الأداء الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين الذي تم نشره تؤكد عبر النسب والإحصائيات التي تضمنها أن الاقتصاد الوطني يقف على قاعدة صلبة معززة بالتنوع الاقتصادي الذي يحظى به مدعوما بنتائج برنامج التوازن المالي. وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع مؤسسة كيرلا للشركات الناشئة بجمهورية الهند، حيث تهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون يعزز الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الناشئة ذات الصلة. تركز مذكرة التفاهم الموقعة بشكل رئيسي على استقطاب الشركات الناشئة في كلا البلدين، فضلا عن التعاون المشترك لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في عدة مجالات منها البرامج والمناهج التعليمية وتسهيل تطوير الشركات والمراكز المالية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونموها. نتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. وإلى فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع بنسبة 0.09% مقفلا عند مستوى 1517 نقطة، حيث شهدت تداولات اليوم انخفاض قطاعات الاستثمار والخدمات وأيضا الصناعة، وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2,419,000 سهم بسيولة إجمالية تجاوزت 592,000 دينار تم تنفيذها من خلال 70 صفقة. وقد حاز على المركز الأول في تداولات اليوم أسهم قطاع البنوك التجارية. أما إغلاقات البورصات الخليجية فقد خيم التراجع على الإقفالات بالتزامن مع هبوط أسعار النفط. نبدأ القراءة مشاهدين مع السوق المالية السعودية التي تراجعت بنسبة 0.57% وأقفلت عند مستوى 7832 نقطة مع انخفاض غالبية قطاعات البورصة ويتصدرهم قطاع الإعلام والترفيه وتجزئة الأغذية. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت على ارتفاع طفيف بنسبة 0.07% وأقفلت عند مستوى 6236 نقطة مع تقدم لقطاع البنوك التجارية. سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدت تراجعا بعشر نقطة مئوية وأقفلت عند مستوى 5070 نقطة، وجاء على رأس الهبوط أسهم قطاع الطاقة. أما سوق دبي فقد تراجعت بنسبة 0.23% وأقفلت عند مستوى 2796 نقطة، وذلك بسبب انخفاض أسهم قطاع السلع الاستهلاكية.
أخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.24% وأقفلت عند مستوى 4035 نقطة بدعم من صعود أغلب قطاعات البورصة العمانية ويتصدرهم قطاع الخدمات. أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي عن تلقي بلاده نصف الدعم الذي تعهدت به السعودية والإمارات والبالغ 3 مليارات دولار، وتتوزع المساعدات على 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني، وذلك لتقوية مركزه المالي ولتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف. وسيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. سامسونج تتوقع انخفاض أرباحها التشغيلية بأفضل من توقعات المحللين. بدأ الانتعاش الذي شهدته الصناعات الأمريكية يتداعى في عهد الرئيس دونالد ترامب بعد التحسن الذي شهده القطاع لفترة وجيزة خلال سنواته الأولى في السلطة، وبدأت مصانع السيارات والصلب تغلق أبوابها في وقت تعلن فيه الشركات تسريح موظفين ومنحهم إجازات من دون راتب، ووصل إنتاج المصانع إلى مرحلة الخطر، وتبدو التوقعات لنهاية العام غير مطمئنة مع تزايد المخاوف من احتمال دفع حروب ترامب التجارية مع الصين وأوروبا عبر فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة مليارات الدولارات. سجلت شركات التجزئة البريطانية أسوأ مبيعات لشهر سبتمبر الماضي، وذلك منذ بدء تسجيل البيانات، ما يعزز دلائل على بدء تأثر الاقتصاد الاستهلاكي سلبا قبيل الخروج من الاتحاد الأوروبي. وانخفضت قيمة مبيعات التجزئة بنسبة 1.3% في عام واحد لغاية شهر سبتمبر، كما تراجع متوسط النمو على مدى 12 شهرا الماضية إلى 0.2%، وهو الأقل في السجلات الرسمية. يواصل بنك الصين الشعبي للشهر العاشر على التوالي في شراء الذهب الذي يعد ملاذا آمنا في وقت تخوض فيه بكين حربا تجارية شرسة مع واشنطن. وكشفت بيانات المركزي الصيني أنه اشترى خلال الأشهر العشرة الماضية أكثر من 100 طن من المعدن الأصفر النفيس، ففي شهر سبتمبر الماضي وحده اشترى المركزي 5.9 طن من الذهب. ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، تحتل الصين المرتبة السادسة عالميا من حيث احتياطيات الذهب، حيث تمتلك احتياطيا يقدر ب 1942 طنا. تنتهي المملكة المتحدة عملية إعادة 1,140 ألف سائح إلى البلاد بعد أسبوعين من الإفلاس المفاجئ لشركة توماس كوك البريطانية للسياحة والسفر. وأعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية في بيان أن العملية المسمى بماتر هورن، وهي أكبر عملية من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية، ستنتهي قريبا مع وصول رحلة إلى مانشستر من أورلاندو في الولايات المتحدة وعلى متنها 392 راكبا. وإلى أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تتوقع شركة سامسونج إلكترونيكس انخفاض أرباحها التشغيلية بنحو 56%، وذلك في الربع الثالث من العام الجاري، لكن تقديراتها لا تزال أفضل من توقعات المحللين. وقالت شركة تصنيع الهواتف الذكية الكورية إنها تتوقع تسجيل أرباح تشغيلية بقيمة 7.7 تريليون وون
خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهو مستوى أقل على أساس سنوي. أما توقعات المحللين فكانت أشارت إلى أن أرباح سامسونج التشغيلية ستسجل مستوى 6.9 تريليون وون.